امتياز وطني غيور مجاهد كبير اخونا عبد الرحمن اليوسفي الذي كرس حياته في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الانسان بمفهومها الكوني والمساواة بين المرأة والرجل، كان له حدث خاص حيث انه باتفاقه مع المرحوم جلالة الملك حسن الثاني قاد حكومة التناوب التوافقي التي لعبت دورا اساسيا في التحولات التي يعيشها المغرب على الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد حقوق الانسان والاجتماعي، وخصوصا ان مساهمته كانت اساسيه فيما يخص الانتقال السلس للحكم من المرحوم الملك الحسن الثاني الى والي تسريه السيدي محمد السادس. هذه المرحلة أتذكر فيها أنه اليوم بعد مسيرة دامت 50 سنة في الخارج وفي المغرب، كانت لنا عدة لقاءات أساسية حاولنا المساهمة قدر المستطاع في إنجاح التناوب التوافقي الذي عرفه المغرب. والأخ عبد الرحمن اليوسفي رحمه الله مات وفي به غصة فيما يخص الأوضاع التي آلت إليها حزب الاتحاد الاشتراكي. عاش نزيها ومات شريفا. كان لي الشرف مع المرحومين الاستاذ عبد الله الشرقاوي، سي محمد الصبري، القيد البشير والاخوه عبد الكبير طبيح وسهيل المعطي للذهاب الى فرنسا سنه 1993 لنشجع على الرجوع الى المغرب، لانه كان غادر المغرب احتجاجا على تزوير الانتخابات سنة 1993 وعلى الوضعية الداخلية التي كان يعيشها حزب الاتحاد الاشتراكي. بعد رجوعه كان للشرف لتنظيم عودته وعودة الفقيه البصري، حيث أكد لنا بباريس بأنه الفقيه البصري كان توأمان في السياسة. رحمه الله مات شهيدا للوطن وأدى الثمن لما وصل إليه المغرب، والحمد لله. نتمنى أن وفاته تكون عبرة جديدة وانطلاق جديد بالنسبة لأوضاع حزبنا ولأوضاع بلدنا. الله يرحمه ويسعد قلبه.